عبر حسابها الخاص على انستغرام شاركت الإعلامية لجين عمران الجمهور صورة من طفولتها بصحبة خيا باسل، وعلقت صورة بتجمعنا أنا وخيي وحبيبي باسل لما كنا صغار بسنغافورة أيام ما كان شعره ما شاء الله شوسة. وطبعاً واضح من الصورة أنه ميت خوف من الفيل، وأنا ما بعرف لكن تحسي بفخر مصورة بجنبه.